طب العيب ايه في التعلم؟ انا قلت العيب في التعلم التعاوني ان ممكن طالب ما بيشتغلش وياخد نفس الدرجه. الميزه في التعلم التعاوني ان كلهم بيشتغلوا على كل المواضيع، وبالتالي يبقى التعلم شامل، ان هو بيمر على كل حاجه. طب التشارك الميزه في ايه؟ ان انا عارف مين بيشتغل ومين ما يشتغلش، كل واحد شغال لوحده. طيب العيب في ايه؟ ان الطالب ما بيطبقش على كل المواضيع. لو كان في 5 مهارات الطالب اخذ مهارة او 2 منهم، فبقية المهارات زمايله شغالين فيهم، فهو ما بيطبقش على كل المهارات. فانت كده شوف لك حل بقى، يعني شوف لك حل يا دكتور صالح. هشتغل تعاوني، الطالب هيشتغل على كل المهارات، دي ميزة، ولكن مش هيبان شغل الطالب الكويس من الطالب الوحش، والكل في الاخر لازم ياخد نفس الدرجة لانه تعاوني. تعالى في النهاية في الجزء الثاني، التعلم التشاركي، الطالب مش هيشتغل على كل المهارات، هتنتقي له مهارة او اتنين من الشغل بتاع حضرتك، وانت كده مش هتضمن انه سيجيد كل المهارات، كده هو بيجيد مهارة او اتنين، حاجات بسيطة. طب ماشي، وبعدين انا ارتضيت كده، بس هنا ساعتها الميزة بقى في المقابل، عندك ميزة انك ستكتشف الطالب اللي شغال من الطالب الايه؟ من الطالب اللي راكن. اللي راكن انت جزء المشروع كله واقف عليك، هو انت بقى انت اللي واقف عليك، انت المشكلة. فهل الأسطورة دي واضحة للجميع، الفرق بين استراتيجيات التعلم التعاوني واستراتيجية التعلم التشاركي؟ فرق بين التعاون والتشارك؟ أنا وضحت بالمزايا والعيوب في كلا الاثنين كمدخل ليا أتكلم على الاستراتيجيات. حد يرد عليا على الشات؟ الدكتور مقداد، الدكتور محمد المختار، الدكتورة بلقيس، الدكتورة بلقيس معايا على طول في كل الدورات، الدكتورة بلقيس، الدكتور عبد الحميد، الاسامي جريت بسرعه. كويس كويس، انا سعيد يعني. الدكتور عزبه مرت، الدكتور سليمان، الدكتور محمد الطيب، الدكتور محمد علي عزام، الدكتوره الهام، الدكتوره سنيه، الدكتوره سنيه حضرت معايا برضو معايا محاضرات كتير. اهلا، ازيك يا دكتور؟ الدكتور وليد، الدكتوره فاطمه فتح الرحمن، الدكتوره امجاد، الدكتوره نوها حسن حاج، تمام، دكتور طلال، دكتوره لؤى، تمام يا جماعه. انا ممتاز، انا فرحان ان الناس قدرت تكون معايا في الفرق ما بين استراتيجية التعلم التعاوني واستراتيجية التعلم التشاركي كمدخل ان انا اشتغل معاكم في الجزء الخاص بالاستراتيجيات. تعالوا بقى نبدأ نتكلم، اخد بس خط كده علشان اقفل الحوار ده واجي اتكلم معاكم في السلايد الصعب قوي اللي موجودة قدامنا. الاستراتيجيات تتعدد وتتنوع، وممكن انوع باكثر من استراتيجيه في التعلم الالكتروني. من اهم استراتيجيات التعلم الالكتروني استراتيجيه التعلم المقلوب، وفي ناس بيطلقوا عليها الفصل المقلوب، الفصل المقلوب نفسه، بس هو طبعا المصطلح المعتمد هنا عندنا في المملكه العربيه السعوديه في المركز الوطني للتعلم الالكتروني، معتمد كلمه التعلم المقلوب، ما قلبش الفصل ولا عكسه. يعني في ناس يجي يقول لك التعلم المعكوس، الفصل المعكوس، الفصل المقلوب، لا خلاص، هو المصطلح الرسمي. خد بالك انا كاتب لك مصطلحات رسميه، انا كاتب لك المصطلحات دي رسميه من المركز الوطني للتعلم الالكتروني، مش انا اللي مؤلفها ومش جايبها من على الانترنت، مش انا اللي مؤلفها ومش جايبها من على الانترنت ومش اخدها من مرجع بعينه، دي جايبها من المركز الوطني. هذه هي الاستراتيجيات المعتمدة من المركز الوطني للتعلم الإلكتروني، تمام؟ مصطلحات رسمية، تمام؟ وهيديك المرجع في المركز الوطني يا دكتورة لؤلؤة برقم الصفحة كمان، بس هتبقى صفحات كتير، أنا مختصر يعني عشان أعرف أشرح. لو أنا كنت اشتغلت هنا كنت حطيت لكم، كان البرزنتيشن بتاعي عدى 200 شريحة، فانا مختصر هنا عشان انا اشرح، عشان معروف بقى التعلم المقلوب ايه هو، معروف المناقشه، التعلم التشارك، انا شرحت يعتبر حاجات منهم يعني. تعالى هنا للدكتوره ايناس بتسال سؤال، بتقول البلاك بورد غني بالادوات طبعا اللي بتشجع على التشارك، طبعا زي الويكي. هو الويكي يا دكتوره برضو هو تعاوني اكثر من تشاركي، خدي بالك من الجزئيه دي، تمام. المشروعات طبعا، ايوه المشروعات تشاركيه بالفعل، تقسيم المشروعات التشاركيه يا دكتوره ايناس. والويكي يعتبر تعاوني يعني، تمام. ممكن نقنن الامر واخليه تشاركي. لوحه المناقشه طبعا، المنتديات النقاشيه، المنتديات النقاشيه بطبعها تشاركيه، تمام. هو الويكي، بص اي حاجه تسمح بالتعديل على الزميل
تعاونيه، اي حاجه لا تسمح بالتعديل على الزميل تشاركيه، تمام كده؟ ناخدها مبدا في الادوات. تمام يا دكتور كده، الكلام ده كان الدكتور ايناس عبد الوهاب. الدكتور لؤي، تمام. الدكتور ايناس حطت لنا المصطلح، الدكتوره سهير تكرما، اي الحقيبه، تمام. بص يا دكتوره سهير، ده اصدار اول من الحقيبه، انا مش مشكله ادينه لكم وهنكتب على الاصدار الاول تجريبي، انا هحسن، انا من النوع اللي لازم احسن الاداء شويه، فانا هديكم الاصدار الاول، ما عنديش اي مشكله، بس اللي هيحضر معايا نفس التدريب هذا الفصل القادم سيجده مختلفا بشكل كبير. تعالوا بقى نختصر الوقت، ناخد كده شرطه ونبدا نتكلم في العلم، نبدا نتكلم في العلم. التعلم المطلوب قلنا ده مصطلح رسمي معتمد من المركز الوطني للتعلم، كل المصطلحات عشان ما اقعدش اكرر الكلمه، وهذا هو اللفظ المقبول زي ما الدكتوره حطت لنا المصطلح بتاعه عبر الشات. الطريقه دي بتعتمد على المتعلم، يعني المتعلم، وده ده كور، ده لب التعلم الالكتروني، لان التعلم الالكتروني بيقول ان المتعلم هو مركز العمليه التعليميه، هو مشارك الاكبر، هو المتفاعل، هو اللي يعني المعني بتعلمه، والاستاذ دوره مرشد وموجه. ده هو بالظبط كده، الاستاذ بيحدد الموضوع والطالب او المتعلم هو اللي بيدرس هذا الموضوع لحاله، بيدرس الشرح. طيب وبعد كده بيتقابل مع الاستاذ ويبدا الاستاذ يحل المشكلات اللي اتعرض لها الطالب. يعني معنى كده ان الاستراتيجيه دي ممكن نقول الاتي، ان الدرس الطالب بياخده، ثم بيعرف ايه هو وفق الكليندر، يعني ممكن تكون كليندر او تقويم، يبقى كده في تقويم، الطالب بيروح يدرس الدرس وبعد كده بيقابل الاستاذ، الاستاذ يعمل معاه ايه؟ ممكن يحل معاه الواجبات، العكس، عكس الطريقه العاديه، هو الطريقه التقليديه كان ايه؟ كان الاستاذ بيشرح والطالب يروح يعمل الواجب. تمام؟ هنا بقى العكس، الطالب بيدرس ذاتيا، بيتعلم ذاتيا، ثم يروح يحل الواجبات مع الاستاذ. تمام؟ يبقى كده الطريقه دي معكوسه او مقلوبه، سوري، خلينا ناخد اللفظ الرسمي. الطريقة دي مقلوبة، بدل ما كان بي 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 بيروح للأستاذ يدرس معاه ثم يحل الواجب لوحده، لا هو بيدرس لوحده وبعدين بيروح للأستاذ، الحصة بقى نفسها أو الفصل أو الفصل الافتراضي بقى معني بالأنشطة وحل المشكلات واختبارات وأسئلة وكلام من ده. طيب الناس بيطبقوه إزاي؟ بيعتمد التعلم المقلوب على الفيديو. ليه بيعتمد على الفيديو؟ قد يكون الكلام ده مش واضح لك في مصادر كتير، يعني حتى المصادر الرسميه اللي رجعت لها اثناء اعداد هذا التدريب في المركز الوطني مش كاتبين لك الوسائط، هو قايل لك ايه؟ قايل لك وسائط الكترونيه مختلفه. يعني الطالب او المتعلم او المتدرب بيروح للمحتوى، والمحتوى ده بيكون مصمم باستخدام وسائط الكترونيه متعدده مختلفه. زي ايه اهم وسيط الناس تكتب لي في الشات؟ ايه اهم وسيط يحقق معايا استراتيجية التعلم المقلوب اللي انا اديها للطالب يتعلم من خلالها قبل ما يجي لي عشان احل مشاكله؟ ها، سؤال، ده سؤال للشات للزملاء. في هنا المركز الوطني بيقول لك ان انا ادي للطالب وسائط الكترونية متعددة يتعلم من خلالها الدرس او الوحده بمفرده قبل ان يلتقي مع الاستاذ. ما هي اهم الوسائط اللي تقدر تحقق نتائج ايجابيه في استراتيجيه التعلم المقلوب؟ محدش كتب لي حاجه، اكتب انا بس يا دكتوره ايمان، والله ما عايز حاجه بعد كده. دكتوره ايمان عبد العزيز محمد السيف، دكتوره ايمان عبد العزيز محمد السيف قالت فيديو، فيديو، الفيديو اكثر، اكثر الوسائط. هو المركز الوطني والدكتور اللؤي، دكتور ايناس، تمام، ده امثله، تمام. بس لا، خلونا بقى ناخد، احنا خلاص نتوقف عند كده، نتوقف في المشاركه، نتوقف خلاص، هاخد خط كده ونقول ستوب. انا تمام، انا اكتفيت، انا هاخد من الدكتوره، هاخد عشان لان اول زميله ردت، دكتوره ايمان عبد العزيز محمد السيف قالت الاتي، قالت الفيديو، المركز الوطني ما قالكش الفيديو، خد بالك بقى. بيقول لك ايه؟ ان انا امد المتعلم او المتدرب
بعدد من المصادر أو الوسائط الإلكترونية المتعددة والمختلفة ليفهم المفاهيم والأفكار الرئيسية. ماشي الكلام؟ إنما من أهم هذه الوسائط الإلكترونية هي الفيديو. وعشان كده يا جماعة معظم أبحاث التعلم المقلوب كانت قائمة على الفيديو التعليمي. يعني أنت غالباً لو بحثت عن الأبحاث اللي دارت حول التعلم المقلوب هتلاقيها غالباً شغالة على الفيديو. غالباً يعني. طبعاً في عندنا طبعاً زي ما الزملاء بيقولوا تطبيقات تعليمية، أفلام وثائقية، عروض تقديمية، إنفوجرافيك، كل دي عناصر أخرى إضافية ممكن تبقى جنب الفيديو. إنما الفيديو هنا هو يعتبر بديل للأستاذ. الأستاذ جاي جوه الشاشة. عارف كده الأستاذ نط جوه الشاشة وبيشرح له بدل فيس تو فيس، لا من خلال فيديو.